كنظن بان الموضوع هام هو اللي تيفرض علينا هذه المقارنه هذه. احنا عملنا هذا التقرير هذا حول المغاربه المقيمين بالخارج وكيفاش يمكننا نعزوا الارتباط هاد المغاربه بالبلاد ديالهم المغرب. هو بعدا عملنا واحد جلسات الانصات مع شبكات نتاع مغاربه العالم، وايضا عملنا واحد الاستبيان في الويب وبسبعه اللغات. توصلنا ب 5000 اجابه في هذا الاستبيان هذا، واكثر من 91000 نتاع زعما التفاعلات مع هذا الاستبيان هذا. جبرنا بان 93% من المغاربه اللي جاوبوا تيقول لك بانهم ارتباط بالمغرب قوي وخصو يتحسن. بالطبع انهم شنو هما العناصر نتاع الافتخار بهذا الانتماء الى المغرب، قالوا لنا عده اشياء، قالوا لنا المؤسسه الملكيه، الشخص جلاله الملك، هضروا على الهويه المتنوعه والغنيه المغربيه، هضروا على التقدم اللي كان، التطور اللي كان في البنيه التحتيه، في حقوق المراه الى اخره. ملي قلنا لهم شنو هما العوامل نتاع الانتماء ولا الارتباط، قالوا لنا العائله، احياء تك الذكريات الدينيه والروحيه، وهضروا ايضا على السكن الثانوي. من بعد السؤال اللي واضح هما شنو هما الانتظارات. الانتظارات يقول لك حنا باغيين نساهموا، دوك عندنا كفاءات بغينا نساهموا في تطور المغرب، هذه الانتظارات الاولى. القضيه الثانيه تيقول لك حنا عندنا موارد ماليه ولكن ما تعرفوش كيفاش نستثمروا، دونك الاستثمار هذا من الانتظارات. القضيه الثالثه هو حنا تنجيو العطله ولكن خصنا واحد اداريا يكون داك الشيء سهل. ايضا واحد الانتظار عندنا وليداتنا تعيشوا معنا في سميتو في البلدان فين حنا، القيم ديالنا خصنا نعطيوها لهم، باش نعطيوها لهم خص يكون اللغه موجوده، دراسه اللغه، خص ايضا يكون تاريخ المغرب يعرفوه الى اخره. هذه احاله ذاتيه حول تعزيز العلاقات بين مغاربه العالم والمغرب، وطرق لها المجلس من خلال هذه الاحاله الذاتيه حول يعني التقرير ركبناه حول اربعه ديال المحاور. المحور الاول تيتعلق ب يعني تعزيز الخدمات المغاربه ديال العالم، انطلاقا من تعريف عن التطلعات ديالهم وتصورات ديالهم، واللي لاحظنا انهم في الاغلبيه يعني متشبتين بمغربيتهم، مستعدين للمساهمه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب والثقافيه، اكثر من ما هما مستعدين للرجوع للاستقرار في المغرب. بطبيعه الحال كاين اللي باغي يرجع، ولكن الاغلبيه ما يعني ما 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 ما, ما, ما عندهاش هذا الافق هذا. ثالثا اللي لاحظناه هو كاين حاجه لتعزيز الحمايه الاجتماعيه والقانونيه والاداريه والخدمات القنصليه لهاد الفئه الهامه ديال المغاربه، ويعني اعاده النظر، حاجه لاعاده النظر في الوسائل وفي المحتوى ديال البرامج المقدمه لهاد الفئه. اختصاصات ما واضحاش بعد ما كاين تغير بين هاد الاختصاصات.